السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة عيار دي زاد. بإذن الله هذا أول فيديو في الدورة التكوينية الخاصة بالبيوشيمي. أول حاجة نعتذر للإخوة خاطر طولت عليكم بزاف لأنه كنت مريض بكورونا، الحمد لله على كل حال. ثاني حاجة نرحب بجميع الإخوة اللي انضموا لنا في هذه الدورة، ونرحب ثاني بالضيوف تاعنا من الدول المجاورة. عندنا ضيوف من تونس، من المغرب، من موريتانيا، من ليبيا، مرحبا بهم. في أول فيديو هذا راح يكون شوية مقدمة تعريفية للدم، لأنه معظم التحاليل اللي راح نقوم بها راح تكون على الدم ولا من المكونات تاع الدم هذا. هذا الدم هذا خلق له ربي سبحانه مجموعة كبيرة من الأوعية الدموية باش يتنقل فيها ويوصل الأغذية والغازات لجميع الخلايا تاع الجسم، وفي نفس الوقت يهز الفضلات تاع الميتابوليزم تاع الخلايا هذه. هذه الدورة الدموية تاع الإنسان، هنا هي المسؤولة على ضخ الدم في جميع الأوردة. هذه هو القلب. كما تعرفوا القلب متكون من أذنين، أذين أيمن وأذين أيسر، وبوطينين، بوطين أيمن وبوطين أيسر. القلب كما يضخ الدم، هنا الضخة الأولى يبعث الدم المحمل بالأكسجين لجميع الأنسجة، وفي نفس الوقت يبعث الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون اللي كان في البوطين الأيسر يبعثه للرئتين. ومن بعد كي يرتخي القلب يعاود يسبيري الدم، يسبيري الدم اللي تحمل بالأكسجين مرة ثانية من الرئتين، يعاود يهبط للبوطين الأيمن، وفي نفس الوقت يسبيري الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون من في الأوردة، يعاود يسبيريه للبوطين الأيسر. هذه الدورة الدموية تاع الإنسان. كما قلنا متكونة من رئتين، قلب، وأوعية دموية، وأعضاء. كما قلنا هذه الدورة هذه الهدف تاعها الرئيسي هو تهز الغازات، وفي نفس الوقت توصل الغذاء وتهز الفضلات من الأنسجة. دوكا راح نشوفوا رسم توضيحي كيفاش يصير التبادل بين الغازات في الرئتين. هذا رسم توضيحي للقلب متصل بالرئتين عن طريق الدورة الدموية. كما قلنا قبل، القلب يضخ الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون يبعثه للرئتين، وثم يلحق لواحد الأكياس هوائية يسميوها الفيولاي. هذيك الأكياس هذيك تسمح بخروج ثاني أكسيد الكربون ودخول الأكسجين، ويعود يرجع الدم المحمل بالأكسجين يرجع للقلب ويعود يضخه إلى الجسم. دوك كيفاش يصير التبادل بين كيفاش يخرج ثاني أكسيد الكربون يدخل الأكسجين؟ هنا هي راجعة إلى الاختلاف في الضغط تاع الهواء. نرجع للصورة اللي قبل، نشوفه هنايا يعني الضغط تاع الأكسجين في الشرايين يساوي 100 مليمتر زئبقي، والضغط تاع ثاني أكسيد الكربون في الشرايين هو 40 مليمتر زئبقي. بصح في الأوردة الضغط تاع الأكسجين هو 40 مليمتر زئبقي، والضغط تاع ثاني أكسيد الكربون 46 مليمتر زئبقي. هنا الضغط تاع الأكسجين أكثر من الضغط تاع ثاني أكسيد الكربون، عليها الدم يبان لك اللون تاعو يميل الأحمر فاتح خاطر محمل بالأكسجين، الأكسجين كاين فيه بزاف. وهنايا تبان لك اللون تاع الدم كشغل احمر قاتم يميل للون الازرق، خاطر الضغط تاع ثاني اكسيد الكربون اكثر من الضغط تاع الاكسجين. دوكا نحفظوا هذا الزوز، هذا الضغط هنايا في الاورده، وفي الشرايين. نرجع هنايا للهواء، الضغط تاع ثاني اكسيد الكربون، الضغط تاع الهواء اللي هو الكلي 760 مليمتر زئبقي، والضغط تاع الأكسجين في الهواء 160 مليمتر زئبقي، والضغط تاع ثاني أكسيد الكربون 0.25. ومن بعد يدخل الهواء هذاك عن طريق القصبات الهوائية يروح للرئتين، ومن بعد يروح للأكياس هذوك.
الأكياس هذوك الضغط تاعهم تاع الأكسجين اللي هو 100، والضغط تاع ثاني أكسيد الكربون 40. ومن بعد يجي يجي الدم هذا راك تشوف فيه هنا يلحق الرئتين، هذا هو اللي بلزونك يلحق الرئتين. هنايا الضغط تاع أكسيد تاع الأكسجين 40، وهنايا 100. صافي الأكسجين يروح من الوسط لأكثر ضغط إلى الوسط لأقل ضغط. شكون اللي أقل ضغط هنايا؟ اللي هو الوريد هذا يولي يدخل الأكسجين هنايا. ونشوفو هنايا ثاني الضغط تاع ثاني أكسيد الكربون هنايا 40، وهنا 46. يولي يخرج من هنا الضغط تاع ثاني أكسيد الكربون من 46 يخرج 40. هكا يصير التبادل بين ثاني أكسيد الكربون والأكسجين في الأكياس الهوائية هذوك المكونة للرئة. دوكا نروحو نشوفو كيفاش يصير التبادل الشعيرات الدموية اللي تكون مغطية جميع الأنسجة والمحيطة بجميع الخلايا تاع الجسم. نشوف رسم توضيحي آخر للشعيرة الدموية. هذه الشعيرة الدموية، هذه الخلايا يسميوهم انترا سيلولار، انترا سيلولار في الويد. هذا هما صافي السائل داخل خلوي او هنايا، والسائل خارج خلوي اللي هو الفيد هذاك اللي بين الخلايا زائد الشعيرة الدموية. قلنا يجي الدم المحمل الأغذية ويصير التبادل هنايا. كيف باش يصير التبادل في الغازات؟ بنفس الطريقة، اختلاف في الضغط. نرجع للرسم اللي قبل، نشوفه هنايا. هنايا الضغط تاع الشرايين اللي جاي محمل بأكسجين، نشوفو فيه هنايا راك تشوف فيه هنا الضغط تاعو 100 مليمتر زئ باقي، بصح الضغط تاع الأكسجين في الخلايا تاع الأنسجة أقل من 40. صافي هنايا يولي الضغط ينتقل من وسط أكثر إلى وسط أقل، ينتقل الأكسجين من 100 ل 40. وبنفس الطريقة نشوفوا هنايا الضغط تاع ثاني أكسيد الكربون 40 في الشرايين، وفي الشعيرة الدموية المحملة بالأكسجين، خاطر الشرايين تاعنا تمشي وتصغر. نشوفوا كما قلنا من قبل هنايا ثاني أكسيد الكربون الضغط تاعو 40، في الخلايا تاع الأنسجة أكثر من 46، يولي ثاني أكسيد الكربون يخرج من هنايا من الخلايا ويدخل الشعيرة الدموية. دوكا نروح نشوفو المكونات تاع الدم هذا والتعريف نتاعو. نجيبو عينة صغيرة في تيب مثلا كيما هذا تاع دم. أول ملاحظة تلاحظها في هذا التيب أنه الدم عبارة عن سائل أحمر، راك تشوف هنا سائل أحمر. دقيقة نجيب ستيلو. أحمر معناها سائل. وش معناها سائل؟ معناها سائل أول حاجة تجي في بالك اللي هي الماء، نكتبه الماء. وأحمر، أحمر باللاتيني معناها إريثرو، نكتبه ثاني إريثرو. من بعد الدم هذا نخليه لفترة معينة من الزمن يولي يصرى انفصال الخلايا هذو كي تصرى. كون تشوف هنايا ينفصل الماء هذاك، هاك تشوف اللي اللون أصفر تاعو، وكاين كتلة تترسب في الأسفل. هذه الكتلة هذيك الترسب تاعها عبارة عن جلطة، الجلطة في اللاتيني يسميوها ثرومبو. وكي نفصلو الدم هذا تشكل لنا طبقة ثانية هنا نسميها طبقة بيضاء، هذه هنايا بين البلازما وبين الجلطة هذيك
كاين واحد الطبقة رقيقة خلاص يسمى أبيض باللاتيني يسميوه لوكا. وكان دي نشوفو التعريف تاع الدم. الدم هذا عبارة عن نسيج سائل أحمر، نسيج سائل أحمر هو نسيج غامق. مادام قلنا نسيج معناها متكون من خلايا، صافي نروحو هنا نزيدو سويت. شوف هنا بطريقة بسيطة جبدنا المكونات تاع الخلايا تاع الدم. هذه المكونات هذو كامل النسبة تاعهم هي 45%. هذو خلايا. وكيف يبقى لنا الجزء العلوي هذا، هذا الأصفر هذا يسميه بلازما، ويمثل 55% من الحجم الكلي تاع الدم. البلازما هذه فيها ثلاث أنواع تاع المادة. إخي كاين عندنا الحالة الغازية والحالة الصلبة والحالة السائلة. بلازما الحالة الغازية السائلة اللي هي الماء، ومن بعد الحالة الغازية اللي هي غازات عبارة عن أكسجين وثاني أكسيد الكربون، والحالة الصلبة عبارة عن مواد غذائية وفضلات. زائد أملاح معدنية وهرمونات. دوكا راح نشوف الخصائص تاع الدم هذا. الدم هذا يمثل 8% من وزن الجسم. صافي، إذا شخص يوزن 70 كيلوغرام ديرو 70 × 8 قسمو على 100 نلقاو 5.6 لتر. الخاصية الثانية تاع الدم هذه اللي هي اللزوجة. اللزوجة تاع الدم، اللزوجة هذه نقيسوها بالماء. صافي اللزوجة تاع الماء صافي نقارنوها بالنسبة للماء. اللزوجة تاع البلازما صافي، هنا الدم متكون من جزء أجزاء خلايا وبلازما. لزوجة الدم أكبر من لزوجة الماء. لزوجة البلازما أكثر من لزوجة الماء بزوز مرات. ولزوجة الخلايا اللي هي 90% ولا 99% من الخلايا هذو عبارة عن كريات حمراء إريثروسايت. لزوجة الخلايا أكبر ب 5 مرات لزوجة الماء. الخاصية الثانية هي الكثافة النوعية. الكثافة النوعية هذه معناها كمية المواد الصلبة ولا العضوية الذائبة في الماء. مثلا نهزو
واحد لتر متكون من 100 من 1000 سنتيمتر مكعب، نذوب فيه كمية من الأملاح، مثلا نذوب ثلاثين غرام في 1000 سنتيمتر مكعب. هنايا الكثافة تساوي 1030، معناها 30 غرام ذائبة في 1000 سنتيمتر مكعب من الماء. الكثافة تاع البلازما تساوي 1030، وكثافة الخلايا تساوي 1090. لوكا نروح نشوفو شكل آخر ولا شكل رسم توضيحي وتفصيلي المكونات تاع الدم. هذا رسم توضيحي، هذا وعاء دموي فيه مكونات تاع الدم. الخلايا اللي هي 45%، وكاين مراجع تقول 46%. الكريات البيضاء زائد الصفائح الدموية يعتبرهم 1%، ويزيدهم الخلايا تاع الإريثروسايت اللي تكون 45%، وينقصوا الواحد هذاك من البلازما. قبل قلنا 55%، وكان مراجع تقول 54%، الاختلاف في المراجع فقط. كما شفنا من قبل، الخلايا عبارة عن إريثروسايت، هذه كريات حمراء RBCs، إريثرو قلنا أحمر، كريات بيضاء ثاني نسميها لوكوسايت، لوكو أبيض، وثرومبو معناها الجلطة، هذه لي بلاكات راك تشوفها هنايا. هذا 3 أنواع يشكلوا الخلايا تاع الدم. وكنروحو للبلازما، البلازما قلنا 90% منها عبارة عن ماء، حالة سائلة، و10% الباقية عبارة عن مواد صلبة نسميوها صلبي. وكاين غازات، إذا النسبة تاع الغازات ما نقدروش نوزنوها مقارنة بالمواد هذو. وكنروحو نشوفو الغازات هذو من واش متكونين، يسميوهم. كاين عندنا نوعين من الغازات، كاين ثاني أكسيد الكربون وكاين الأكسجين، هذو معروفين. وكنروحو المواد الصلبة هذه ونشوفو من واش متكون. كاين زوج أنواع، كاين أورغانيك كولويد، صافي مواد عضوية. هذه المواد العضوية متكونة من كربوهيدرات، سكريات الأنواع تاعها. كاين بلازما بروتين، مجموعة كبيرة من البروتينات. كاين ثاني ليبو بروتين، هادو يهزو ليبو بروتين، الدور تاعها تهز الدهون، خاطر الدهون ما تقدرش تذوب في الماء. وكما قلنا 90% من البلازما راهي ماء، وبالتالي لازم حاجة تهزلنا تهزل الدهون هذوك اللي ما يذوبوش في الماء، باش ينتقلوا في الأنسجة، يروحوا للكبد، يروحوا للأنسجة الدهنية. كاين ثاني فيتامينات أهمها، فيتامين دي كا آ، هذا الجزء العضوي. وكنروحوا الجزء الغير عضوي يسميوهم إينورغانيك ولا كريستالويد، هذو عبارة عن أملاح. كاين أملاح موجبة كيما الصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، وكاين أملاح سالمة كيما السيال، ثاني البايكربونات. هذا المركب الأساسي اللي لازم تركز عليه في الأملاح هذا هو الآن أصيال، هذا النسبة تاعو 0.9%. صافي، في كل 1 لتر عندنا 9 غرام. هذه النسبة هذه مهمة جدا اللي باش تحافظ لنا على الضغط الأسموزي في الخلايا، باش ما تنفجرش الخلايا، خاصة كرية الدم الحمراء لازم تكون هذه النسبة في الدم. كنت تشوفوا ثاني في عليها السيروم صالي هذاك، النسبة تاعو ديما تكون 0.9%.
المستشفيات يمدوا للناس كي يروحوا يحبوا يحقنوهم بالصيانة المصرية، النسبة تاعو ديما تكون 0.9% باش يحافظ على الضغط بين خارج الخلايا وداخل الخلايا، ما يسمحلاش بالانفجار ولا الانكماش. هذه المكونات تاع الدم، دوك نروحو نشوفو الدم هذا الوظيفة نتاعو واش على واه، واش نديرو به الدم هذا، على واش خلق ربي سبحانه وعطاه هذه الأهمية الكبيرة. وظائف الدم، الدم هذا عنده 4 وظائف رئيسية. الوظيفة الأولى اللي هي الترانسبور، النقل. الدم عبارة عن وسط ينقل لنا عدة مواد، أهمها ثاني أكسيد الكربون والأكسجين عن طريق الكريات الحمراء، وينقل لنا ثاني الهرمونات، ينقل بروتينات، ينقل الأملاح، ينقل جدا حاجة، مواد غذائية، ينقل فضلات عن طريق بروتينات. أهمها الألبومين هو النقل الرئيسي بالنسبة للبروتينات. الوظيفة الثانية الدم اللي هي الدفاع عن طريق الأجسام المضادة أنتيكور وعن طريق الخلايا البيضاء لوكوسايت. الوظيفة الثالثة تاع الدم يسميوها هيموستيزس، هيمو معناها دم، هي هيمو في اللاتيني تساوي حديد، معناها حديد. بس مادام انه الحديد ولا 70% من الحديد الموجود في الجسم داخل الكريات الحمراء اللي داخلها في تركيب الدم، ولو اطلقوا هذا المصطلح هذا على الدم، عموها الدم، وهذه ستيز هذه معناها توقيف. صافي، هذه هيموستيز هي توقيف الدم، لأن الدم يسير في داخل الأوعية الدموية، وفي حالة انقطاع الأوعية الدموية هذوك ولا بجرح الأوعية هذيك، هنا الدم عنده ميكانيزم خاص باش يقفل هذا الجروح هذه وهذا الفجوات في الأوعية باش يمنع خروج الدم، لأنه الدم مهم جدا بالنسبة للجسم. هذه العملية هذه يسميوها هيموستيز. دوك عندنا شابيتر كامل عن الهيموستيز هذا، لأنه هو الأساس تاع، إذا ما فهمتش الهيموستاز هذا ما تقدرش تفهم كيفاش الميكانيزم تاع مضاد التخثر تاع الأنابيب هذو، خاطر الأنابيب هذو اللي نستخدموهم برا في الانفيترو، والبرا لازم نسمح لازم تحتوي على مضادات التخثر. الوظيفة الرابعة للدم اللي هي يسميوها هوميوستيزيس، هوم معناها بيت، راك تشوف فيها سميتك بيت، وهذه معناها توقيف ولا تثبيت. صافي، هنا راح نثبتو البيت. البيت شكون هو البيت هذا اللي راح نثبتوه؟ اللي هو الخلايا المحيطة بالأوعية الدموية، خاطر الدم هذا راح يوصل المواد الغذائية للأنسجة اللي هي متكونة من خلايا، وهذه الخلايا هذو لازم تكون في حالة ثبات. واش نثبتو في الخلايا هذو؟ أولا نثبتو 7 مكونات، نثبتو البي اش، نثبت الحرارة، نثبت ثاني الضغط أوسموزي، نثبت الأملاح، هذا 4، ثاني الحجم، ثبتوا كذلك المواد الغذائية، وآخر حاجة اللي هي الغازات. مثلا بي اش لازم يكون 7.4،
كيفاش نثبتوا انه مثلا نكون هزو مثال تاع البي اش هذا، كيفاش حتى الدم يثبت البي اش هذا؟ عن طريق العضوين الرئيسيين اللي هما الكلى والرئتين، والدخل معهم ثاني حتى البلازما بروتين، حتى هي تساعد في تثبيت البي اش هذا. ناس نجيب رسم واحد اخر، مثلا بي اش هذا السهم تاع البي اش. بي اش هي قوة ايونات الهيدروجين، الاصل تاعها الماني بوتنشيا هيدروجين. قلنا يكون 7.4، كي يزيد على 7.4 يولي الوسط قاعدي، الكالوزيس، وكي يهبط على 7.4 يولي الوسط حامضي، أسيدوزيس. كيفاش يدخل الجسم باش يحافظ على البي اش هذا؟ عند كما قلنا عن طريق البلازما، البروتين خاطر عندها خاصية يسميوها بافر، خاصية الأنفوتيرية. البروتينات هذو تقدر تؤدي دور حمض في وسط قاعدي، وتقدر تؤدي دور قاعدة في وسط حامضي. قلنا ثاني هذه البلازما بروتين، ثاني كذلك عن طريق الكلى. كيفاش حتى تحافظ الكلى على البي اش؟ الكلى ثاني اكسيد الكربون مع الماء يذوب في وسط الماء، يمد لنا واحد المركب يسميوه اسيد كربونيك. هذا يتحول الايونات الهيدروجين زائد هذا، وهذا قاع حامضي ومركب واحد اخر قاعدي، هذا يسميوها بايكربونات. هذا قاعدي. صافي، الكلى كيكون الوسط قاعدي معناها نحتاج للايونات هذا تولي هي ديجاجي في البول، تطرح هذا البايكربونات تطيشه في البول وتخلي لنا الايونات تاع الهيدروجين باش تنقص من القاعدة، باش تزيد من الحامضية وتنقص من القاعدية تاع الدم. والعكس، إذا كان وسط حامضي الكلى تولي تدخل، تولي تديجاجي الأيونات تاع الهيدروجين باش تنقص الحامضية تاع الدم، وتخلي للمركب هذا البايكربونات باش يزيد القاعدية. صافي، ديما كاين توازن هنايا بين الكلى والبلازما بروتين والرئتين. الرئتين عن طريق اطراح ثاني اكسيد الكربون، خاطر ثاني اكسيد الكربون هذا مركب حمضي. كيكون الوسط حامضي هنايا الكلى تولي تسرع العمل تاعها باش ديجاجي ثاني اكسيد الكربون ونقصه من الحامضية تاعو. بصح كيكون الوسط اللي هو الدم كيكون قاعدي، هنا نحتاجو لهذا ثاني اكسيد الكربون في الدم باش ينقص لنا من يزيد لنا من الحامضية وينقص القاعدية تاع الدم. هنايا الكلى تولي تخدم ببطء، عفوا الرئتين تولي تنقص من السرعة تاعها باش تخلي لنا ثاني اكسيد الكربون اطول فترة ممكنة في الدم باش نزيدو الحامضية تاعو. نشوفو رسم واحد اخر كيفاش تعدي البلازما بروتين هذه. كون هنايا تشوف الرسم هذا، بلازما بروتين، البروتينات عموما متكونة من أحماض أمينية. هذا الشكل ولا هذه الوحدة البنائية للأحماض الأمينية، متكونة من مجموعة كربوكسيلية سي او او اش ومجموعة أمينية NH2، وهذا جذع. هذا دوكا في الوسط القاعدي معناها نحن نحتاج ايونات الهيدروجين،
ايونات الهيدروجين هذيك قليله، خاطر عليها الوسط قاعدي. هنايا هذه الوظيفه الكربوكسيليه هذه تتخلى على هيدروجين وتليبريه في الوسط باش تنقص من القاعديه تاعو وتزيد من الحمره وتتحول تولي بالشكل هذا سي او او ناقص. وفي نفس الوقت الوظيفة ولا الطرف الثاني للأحماض الأمينية، هذا الماركة هذا الجزء الأميني هذا كي يكون الوسط حامضي بزاف صافي به الوسط حامضي، معناها عندنا أيونات تاع هيدروجين بكمية كبيرة، تولي المجموعة هذه تكشول تاكسيبتي تستقبل جزء من هذه الأيونات، تحاول تثبتها على الطرف الثالث تاعها وتتحول الآن أش تروى بليس صافي. يعني نقصت لنا من الحميضية باش تزيد القاعدية تتحول بتحاول تدير توازن صافي. الأحماض الأمينية هذو كي شغل طائر عنده جناحين، جناح قاعدي وجناح حامضي، ديما يحاول يدير توازن. بافر هذه معناها متردد، الفوتيري هذا متردد صافي، ديما يميل للقاعدية في الوسط الحامضي ويميل للحامضية في الوسط القاعدي. هذه هي الوظيفة الأنفوتيرية تاع هذا مثال بسيط تاع البي اش، تاع تثبيت البي اش. وخلي الحرارة عندها ميكانيزم تاعها وحدها، الغازات كيف كيف، الضغط أوسموزي قلنا كذلك، عندنا المواد الغذائية، غازات الحرارة، حجم تاع الدم كامل، والأملاح المعدنية. صافي دوك الفرق بين هوميو ستيزس و هيمو الفرق هو في البريفيكس، هذا بيت معناها لازم يحافظلنا الدم على السبع عناصر هذو تاع الوسط داخل الخلوي ولا الوسط المحيط بالدم، والمحافظة هذه ولا الثبات هذا لازم يكون في الشروط في أفضل الشروط، في الشروط المثلى. مثلا يحافظ لنا على البي اش في أفضل صورة ليه اللي هو 7.4، الحرارة مثلا في 37 درجة مئوية وهكذا. وهيموستيز هذه معناها تخثر الدم ولا توقيف الدم. هذا دوك نشوفه في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، كيفاش يصير الميكانيزم هذا تاع الهيموستيزيس، لأنه مهم بزاف باش نقدروا ندخلوا لباقي التحاليل. هذه مقدمة بسيطة على الدم، نتمنى تكون فادتكم، وبإذن الله الفيديو الجاي راح نبدأ على الميكانيزم، الفيديوهات الجاية راح نبدأ على ميكانيزم الهيموستيز هذا. راح يتكون متكون من حوالي 4 فيديوهات ولا 5، ومن بعد نشوفوا مضاد التخثر، نشوفوا الساعة كيفاش حتى يبلوكي، كيفاش ولا علاش ما يتخثرش الدم داخل الأوعية الدموية، عنده ميكانيزم وآليات خاصة. وكي نجبدوا الدم برا في الأوعية في الأنابيب تاع الاختبار، نوليو نضيفوا لها مضادات للتخثر ان فيترو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم.